خصوف قرحذا مذوباتي قرحذا هدي مذوباته ومصيب ونبوي وآيد إلهي وكعب سجلية الدوماديس مركزو النبي صحابة تتشيي خطبة أخرية خطبة النبي حكيري يا أمة محمد أمة النبي محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده مجر إلهي أحد كم صير بدن أما كغير بدن وحون إلهي كغيره ذا إن أدون كيسو زنيستو أو أن تزني أمته أما أدون تيزو أي زنيستو وخطبة دان أو النبي أخري أي أيو نبي حولي هاي إلهي وحو كغيره ذا وحالي إذا وصفاء سقعوا عن تنت إلهي إنو أدون كو زنيستو أما أي قبل زنيستو بل وحاسو كان نبي صلى الله عليه وسلم حديث إمام البخاري يا مسلم يا غير كذا وريين نبي جو دمر كوحك قاد جري باعه مرك أيسود دكت عايد خصوف قرحة مذوباتي قرحة هدي مذوباته ومصيب ونبوي وآيد إلى هاي وكعب سجلية الدوماديس مرك أسود نبي جو صحابة تتشيي خطبة أخرية خطبة النبي جو حكيري يا أمة محمد أمة النبي محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده مجر إلهي أحد كم صير بدن أما كغير بدن وحون إلهي كغيره ذا إن أدون كيسو زنيستو أو أن تزني أمته أما أدون تيزو أي زنيستو وخطبة دان او نبي اخري اي ايو نبي حولي هاي الهي وحو كغيرو دا وحالي دا واصفاء ساقا او عمتنت الهي انو ادون كو زنيستا اما اي قبادو زنيستا بل وحاسو كان نبي صلى الله عليه وسلم حديث امام البخاري يا مسلم يا غير كد اي وريين نبي دومر كو حو كقاد جري باعو مرك أي سود دكت آيد أهيد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا دمرك النبي قبعة وحقيقة وابلن دين أوي إني نزني سنين مرك أسود النبي قب رجينا كقعد حديث كبخاري أو حويري بايعوني وحد بيع يقول قشان على ألا تشركوا بالله شيئا إني إذا إله شرك أصمين ولا تسرقوا إن إذا وحدن ولا تزنوا إن إذا زنيسن وحلا يا بيسان إخواني قف مسلم أوصى إسلامي والنبي قب بيعلق جليه والنبي قب بيعك قاضي هزنيسن وقف هذا صو إسلامي هزنيسن والنبي كله صلى الله عليه وسلم وحذر كيسان إخواني حمانة الزندة وحكمت حتى حيوانات كإلهي أبوري قاربضن أو كمت زينه ذا وين عبيهن وكسهر جدًا قارب ضن حيوانات ككمدة حيوانات كاسو حكمدة إمام البخاري حديث أوري بالحديث كان لجيسته أيه وحشيجي حيوانات كقارقود حتى حيوان كمدة هدوز زينه استوي دلان حيوانات كإلهي أبوري إمام البخاري بوحوري صحيح حيسه يما لك لبا عن عمر بن ميمون إنه يري كنت في الجاهلية أرعى الغنم في أهل اليمن وقت جاهلية أنت إسلامك إيمان أيان خير يمن أرى عجري أريان رأي عجري يمن مال مال ما حكم ذو حلي أنا أرى للجوجا أيان وحان أركيبو يري دانيرة ميل جوجا جروب دانيرة أو ميل جوجا مركزان وحان أركيبو يري دانير دقه أو وين أو دانير كلا أي للجوجته وحاس كيسي طبعاً أو إسله ردان وحوي قعنت هذا إنتاي في دستيبو بركضي تشيني قد لوك تهري يأو بركسي مركو ساحدي باي ترتيب إنتاي كهوس بحدي أسوه هردا أي مدل يراء أو دانيار كالأهر هذا وأن خيانة أن دمرك حتى هدي حيوانا دين
meel bay tageen wuxuu yiri waxaan arkay iyagoo marka isnikaaxsanaya zinay sameeyaan way soo noqotay markay soo dhamaysatay odaygii hurday intay u timid bay tartiib gacanta hoosta uga gelisay u barkisay sideed hore ku soo noqotay waxbuu fahmay sida uu u fahmay isagaa og xaaskiisa wuxuu ka fahmay isagaa og wuu booday wuu ur-ursaday wuu booday wuu qayliyey daanyeeradii kala dhan baa qayliyey buu yidhi anugu waan fiirsanayaa buu ninkan daanyeeradii baa isu yimid meel bay istaageen way wada qayliyeen way qayliyeen si iyagoo bahal soo weeraray wuxuu yidhi waxay soo qabteen ninkii iyo naagtii zinaystay daanyeerkii daanyeertii zinaystay god bay u qodeen ilaa addimada oo dhan lugaha oo dhan bay u duugeen say dhagax ugu wadeen bay labadiiba dileen buy nafta ka qaadeen fiiri waxay caddaynaysaa zinadu xumaanta ay leedahay xayawaanaadkii ilaahay ayaa midkii zinaystay iska reebay waa macsiyoola yuusana raacina naga reeba bal waxaa la wariyaa bahalkan la yidhaahdo xamaamka xamaamada xamaamadu waa shimbirta waxaa la yidhaahdaa weligeed ma zinaysato fiiri hadday nin leedahay ninkaaday ku eg tahay hadduu naag leeyahy naagtiisu ku eg yahay weligood faaxisho ma sameeyaan shimbirahaas oo wax yaab leh waxaan rabnaa marka zinada saas u xun oo ilaa xaddaas joogta maantana waaqica aad aragteen inay aad u badan tahay aad ay u badan tahay waxaan la yaabay ilaa heerka zinadu ay marayso markaad aragtaan waxaad arkaysaan xataa zinadii inta la casriyeeyey oo filimaan laga duubay baa dadkii xataa aan zinaysanaynin waxaa dhici karta inay daawadaan waxaad aragtay jidadka hayweeyada markaad maraysay haddaad baabuurku aad ku safartid xoogaa markaad socotid waxaad arkaysaa adult store baa arkaysaa waxa kusa waxa meesha adult store waa maxay zina lagu iibiyaa wax kale ma ah bal fiirsada waxaa hadda arkayseen ood maqlayseen mujtamacan aan ka dhalannay innagu dad ka mid ah rag iyo dumar ah oo gabdho yaryar iibiya oo hadda ku xirxiran ood maqlayseen maalin la weyn oo iibinaya zinadii heerka ay marayso oy dhici karto qofka dhallinyarada ah inuusan waxba u arag zinada waxaan marka rabaa wax yar inaan ka hadlo ciqaabta zinadu ay leedahay adduunka iyo aakharaba hadduu qofku zinaysto waxaa lagu ciqaabo adduunka iyo aakhara waxaa lagu ciqaabo ciqaabta ugu horeysa oo qofka zinaysta ilaahay uu ku ciqaabo waxa weeyaan markuu qofku zinaysanayo iimaankaa laga siibaa fiiriye islaamnimada dhan waa lagaa qaadayaa haddaad marka xaaladdaas ku dhimato ilaahay baa og waxaad ku dhimatay haddaad ka soo baxdo oo dhammaysatana in laguu soo celin iyo in kale ilaahay baa og walidaalika waxaad arkaysaan xadiidka imaamu albukhaari uu wariyey iyo muslim nebigu sal allah lay slam uu leyay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min qofku markuu zinaysanaya isagoo mu'min ama zinaysto waxaa la yidhaahdaa dadka inta badan diin la-aanta ku dhacdo ama aad maqlaysaan oo suuqa ku jira oo dhibaataysan oo aadka u dullaysan waxay inta badan ka bilaabataa zina uu bilaabay maalin uu zinaystay bay ka bilaabataa qofkaas waxaa ciqaabtaas ka mid a ikhwaanii